سعدت الآن أنا في ضمن المشاركة مع فريق عبري المغامرات في برنامج فريق عبري، نلتقي بهؤلاء الإخوة الكرام. الاسم الكريم علي راشد. الأخ علي، ما اسم فريقكم؟ فريق ظهرية المغامرات والمشي. نسبة إلى أين؟ لوادي فدع. وادي فدع، جميل. الاسم، شكرا، السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم سليمان بن عبد الله الحامد. الأخ سليمان، أعطيني نبذة عن الفريق. فريق ظهرية للمشي والمغامرات، هو تأسس قبل 3 سنوات. ما شاء الله. ما أبرز الأعمال التي قام بها الفريق؟ قام الفريق بالمشاركة في على مستوى السلطنة في أكثر من 10 مسيرات. نعم. على مستوى السلطنة، وله يعني مشاركات داخلية وخارجية. جزاك الله خير. السلام عليكم، الاسم الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. شاء الله. الزيدي. الأخ محمد. حمد. حمد الزيدي. نعم. الأخ حمد، اعطيني نبذة عن بلدة الظهرية. بلدة الظهرية، بلدة هذه تتبع ولاية ضنك. جميل. اي نعم. ماذا يوجد فيها؟ يوجد فيها حصن ويوجد فيها نخيل. ما شاء الله، يعني تشجعنا نزورها؟ ان شاء الله. جزاك الله خير. ما شاء الله، الابتسامة تعلوه. ما سر هذه الابتسامة وانت في هذا المكان؟ جزاك الله خير. الابتسامة وجودكم هنا مكارم اخلاقك، الله يحفظك ان شاء الله. يعني انت سعيد وانت تشارك هذا الجمع الكبير للمشي. ما الرسالة التي تبعثها؟ الرسالة دائما نبعثها ان المشي والرياضة هي اساس الصحة للانسان. الاسم الكريم حمدان بن علي المقبالي. الله يحييك. لا حمدان، سعدت بالحديث اليك. السلام عليكم شباب، جزاكم الله خير. الاسم الكريم عزام عبد الله مبارك فارسي. ما شعورك وانت تشارك في هذا البرنامج؟ هل انت سعيد وانت تشارك في برنامج المشي اليوم؟ اكيد اكيد. ماذا تقول لاصدقائك؟ مشي زين، لازم نشارك. جميل، جزاك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحييك ان شاء الله. حياك الله. الاسم الكريم حمد بن عبد الله الفارسي. من اين لك حمد؟ من ظهرية، من ولاية ضنك. من ولاية ضنك. نعم. ما شاء الله. ما الذي شجعك للمشاركة اليوم؟ والله احب الرياضة طبعا، الرياضة صحة. جميل. نفس الشيء يعني التجمع، هذا في جميع الفرق، تعارف مع الفرق الثانية، يعني هذا شيء طيب. جزاك الله. السلام عليكم. السلام. الله يحييك ان شاء الله. اسم الفريق؟ فريق ظهرية المشي والمغامرات. ما هي رسالتكم وانتم تشاركون في هذا الملتقى؟ رسالتنا بث روح الرياضة والمشي في المجتمع بما يفيد المجتمع للتخلص من الأمراض والتخلص من الكثير من الحاجات. بارك الله فيكم. بارك الله فيك. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام. ما سر هذه الابتسامة؟ ابتسامة طيبة. انت سعيد يعني تشارك؟ نعم. هذا اليوم؟ نعم سعيد. رسالة تحب ان توجه للمشاركين؟ رسالة هو التعرف بين الفرق. نعم. والتشجيع على الرياضة. جميل. ممارسة الرياضة. بارك الله فيك. الله يحفظك. يحفظ الجميع.